اليوم كنا مع مسؤولين شركة هايسنس لإعادة إمضاء اتفاقية اللي مضيناها العام اللي فات، وهذا ما يدل أن الأمور تسير بالشكل الصحيح مع هذه الشركة العالمية. إن نحييها أيضا على احترافيتها في هذه السنة اللي تعاملنا معها بكل احترافية. إن شاء الله نوصلوا على هذا المنوال، ويكون الهدف اليوم هو تعدد موارد فريق مولودية الجزائر. اليوم لحقنا للنقطة وين لازم لنا موارد أخرى ما عدا سوناطراك، لأن هنا الفريق كرة القدم المحترف يحتاج الى اموال لتدعيم الفريق، لان لي زيشيونس كي اريف سون امبورطون. انكور اون فوا جو ريميرسي ليكيب دو هايسنس يا لوغ تيت محمد بور لوغ بروفيسيوناليزم. ان شاء الله راح يكون عام مليء بامور ايجابيه ان شاء الله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.